واحد من الأشخاص اللي أنا مبسوط جداً إني اشتغلت معاهم وتعاملت معاهم، يعني سواء على المستوى الشخصي أو المستوى المهني، ومبسوط جداً إن عرفت أخليه يجي النهاردة لأنه مشغول من أيام ما كنت شغال معاهم في 2016. فإياد، إياد إزيك؟ اهلا وليد، ازيك؟ كيفك؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام، نسألك الله. زمان زمان كتير ما حكينا. زمان، أنا عارف الكلمة بتبقى زمان عنك، صح؟ بتقولها زمان زمان عنك. عنك. بالضبط. انا لسه فاكرها. طيب يا اياد، يا جماعه، اياد البشير هو CEO في طماطم، وهو شخصيا جيمر على اعلى مستوى، ومن اقدم الناس في تيم طماطم يعني. وطماطم طبعا هي تعتبر ليدنج ستارت اب في مجال العاب الموبايل في الوطن العربي، اكثر من 35 لعبه في التوب 10، واكثر من 55 مليون داونلود ما شاء الله اوفرول يعني للجيمز اللي عملوها. وهسيب اياد يتكلم اكثر بقى عن التيم وكل حاجه. وليد، أول شيء شكرا للاستضافة، كثير مبسوط إني أنا معكم اليوم. واشتغلنا مع بعض أنا ووليد، وكان عندنا تيم من مصر ب 2016 و2017، وكانت تجربة حلوة. لما بدأت الطماطم كنا نعمل أور أون جيمز ديفلوبمنت، فكان عندنا استوديو في عمان وكان عندنا استوديو في مصر، فكانت من هون تعرفت على وليد وعلى التيم بتاع مصر. I will share my screen. I will talk about طماطم وعلى مينا ماركت والبوتنشال تاع المينا ماركت. بس just a second. Okay. So زي ما وليد حكى لكم، انا اسمي اياد البشير، Chief Operating Officer بشركة طماطم. صار لي بشتغل معهم من 2014، وتقريبا من اول ما بدات الشركه. وطماطم از ذا ليدنج موبايل جيمز ببلشر في المينا ريجن. اللي بنعمله بطماطم هو نتعاون مع شركات انترناشونال، جيم ديفلوبرز، جيمنج ستوديوز من يوروب، من يو اس، من تشاينا، من كل العالم، تو لوكالايز اند ببلش ذير جيمز بالوطن العربي. فاحنا بنطلع طبعا على العاب mainly هاي كواليتي جيمز عملت سكسس بماركت ثانيه، بس فور سو ماني ريزنز ما عملت سكسس بالوطن العربي، راح احكي عنهم هلا كمان شوي. احنا بنساعد الديفلوبر انه يدخل الوطن العربي ثرو طماطم، ف think of us as a bridge للجيم انترناشونال جيم ديفلوبرز للوطن العربي ولليوزرز العرب. هدول الالعاب طبعا ايش بنعمل فيهم؟ احنا بنشتغل على تعريب او اللوكاليزيشن للعبه، وبعديها بنشتغل على الماركتنج، اليوزر اكوزيشن، سبورت، لايف اوبريشنز، داتا اناليسيس. برضه راح اجيهم بالتفصيل هلا كمان شوي. بس طماطم طبعا سو فار طلعت اكثر من 45 لعبه على الاب ستور وعلى جوجل بلاي ستور. وي ار اوف ا تيم اوف 70 بيبل، مينلي بنشتغل بال ماركتينج، بالسبورت، بالبرودكتس، بالديتا، بالسوشيال ميديا، كل شيء بيتعلق باللايف اوبريشنز، برضه برننج الجيم اتسلف وي دو ات طماطم. والديفلوبر هو بتولى موضوع الديفلوبمنت والمينتيننس الجيم والابديتس وال كيبينج ذا جيم اب اند رننج. سو فار عندنا اكثر من 100 مليون داونلود على العابنا. عندنا برضه كمان كل ألعابنا تقريبا وصلوا نمبر 1 بالشارتس على الماركتس العربية أغلبهم، وتوب ماركتس زي الخليج والسعودية. برضو رح أحكي شوي على ماركت السعودية كمان شوي. ممكن الواحد يجي يحكي زي جيم ديفلوبر بإنترناشونال بيوروب أو بأمريكا إنه ليه بدي أدخل ماركت عربي كتير صغير، بس the fact إنه الماركت العربي is underserved بالكونتنت من ناحية الألعاب باللغة العربية، هذا بيخلي الماركتس very attractive للديفلوبرز وvery lucrative when it's coming to spend ببعض البلاد في الوطن العربي. والكونتنت العربي على الاب ستور والجوجل بلاي بالنسبه للالعاب اقل من 1% بتلاقي العاب باللغه العربيه، مع انه اللغه العربيه هي رابع اكبر لغه محكيه بالعالم او سبوكن بالعالم.
وسمارت فون بنتريشن بالوطن العربي كتير كبير، عندك أكثر من 360 مليون سمارت فونز يوزرز، أغلب الناس معهم سمارت فونز. السبند بالموبايل جيمز ألون بالوطن العربي متوقع يوصل 2.3 بليون ب 2022 إن شاء الله. وعندك countries زي السعودية وقطر they have the highest average revenue per paying user in the entire world, almost 8 times more of China, more than China. فهذا الإشي برضو كمان عم بيخلي في a lot of high spenders أو whales بال region, they are willing to spend on a content that serves the taste تبعهم والculture تبعهم at least be their language يعني. طبعا لما نحكي عن مينا في اكثر من ماركت، في عندك ايران، في عندك تركيا، وفي عندك الوطن العربي. طماطم متخصصه بالوطن العربي مينلي، والعابنا طبعا باللغه العربيه، وهذا هو اللي احنا اور سبيشالتي يعني، هذا هو الفيلد اللي احنا اشتغلنا فيه واخذنا اكسبيرينس فيه، وي لونش ا لوت اوف جينرز فيه، وعرفنا ايش بيشتغل بهذا الريجن، ايش ما بيشتغل بهذا الريجن من نوعيه العاب، و ايش الاودينس تاع الريجن هذا. ف this is our experience mainly. طبعا زي ما حكيت برضو مينا ماركت فاست جروينج ماركت ان جيمينج ان جنرال، مع الكونسول والموبايل اتس 4.4 بليون which is huge in comparison to other markets. عندكم كمان السمارت فون بنتريشن بالمينا كلها بوصل برضو 500 مليون سمارت فون including تركي وإيران. فthere is a huge potential when it comes to مينا ماركت بالجيمينج. بدي أحكي شوي على اليوزرز العرب وإيش الفيتشرز اللي هم بتميزوا فيها. طبعاً اليوزرز العرب بيلعبوا mainly one or two games, they stick to it they're very very attached to their language. فبتلاقي الناس كتير بحب تو كونسيوم بالوطن العربي جيمز باللغه العربيه وقريبه منهم. فزمان كنا نعمل مثلا العاب كتير كلتشر ريليفنت او مناسبه للثقافه العربيه او من حياه الوطن العربي، زي العاب السيارات، وكنا يعني هذول العاب السيارات نحط سيارات فيهم يكونوا كتير لوكال، الناس بيستخدموهم زي تويوتا هايلوكس، زي تويوتا بريوس، زي تويوتا ياريس، زي فورد فوكس. هذول السيارات الناس اغلب الناس الشعب العربي بيستخدمهم، فكنا نركز على هاي الديتيلز اللي خلينا نحكي بتخلي الكونتنت اكثر لوكالايزد. وبرضه كمان زي ما حكيت قبل انه كل ما تلعب العاب بكون مثلا كومبليكيتد او كومبلكس جيمز ذات هاز ا لوت اوف كونتنت ا لوت اوف ستوري لاين ا لوت اوف كويستس، لما يكونوا بالانجلش او بلغه ثانيه كثير صعب انك انت تلعبهم وتفهمهم وتو جيت انجيجد فيهم الا نسبه كثير صغيره. حتى لو كنت الانجليش تاعك بيرفكت، في العاب كثير بيكون فيهم يعني الكلتشر اللي فيهم محطوط كلهم بيكونوا للويسترنايزد مش مخصصين للعرب. فور اكزامبل مثلا بتلاقي كثير الالعاب بيحتفلوا بالهالوين، بالثانكس جيفينج، كريسمس. بالوطن العربي ما بتلاقي مثلا العاب انه بيكونوا حتى انترناشونال جيم ستوديوز بيكونوا موجهين events تعاونهم يكونوا للوطن العربي، زي رمضان، زي العيد، زي راس السنة الهجرية، زي events very local، اليوم الوطني السعودي، اليوم الوطني الإماراتي، المصري، الأردني. فإحنا هدول الأشياء اللي بنشتغل عليهم in terms of events inside the game، ونحاول نخليهم very culturalized أو localized. السعودية in specific زي ما حكيت has the highest average revenue per paying user in the entire world. 8 times higher than China. Population 75% منهم active online، عندهم access to credit cards عالي. It's the second most profitable، إذا ما كانت first most profitable بالمينا region after Turkey. برضو كمان 25% of the users they spend 1 to 4 hours playing mobile games. وهذا الإشي اللي بيخلي الماركت السعودي in specific بالوطن العربي مميز وإله خصوصيته من ناحية الـspend والuser behavior. برضو راح أحكي شوي على التوب games بالوطن العربي. التوب games بالوطن العربي هي عبارة عن تلاقي في top free وفي top crossing games. top free games mainly بتلاقيهم casual games, board games، أشياء كتير very fast paced، lifetime تاعهم بيكون قصير.
بس التوب كروسنج جيمز هم mainly اللي بيعملوا اكتر ريفينيو، هم الالعاب الهارد كور، الالعاب المالتي بلاير، الالعاب السوشيال زي الاس ان جي، زي الار بي جي، زي الكارد جيمز، زي سبورت جيمز. mainly هذول الالعاب هم اللي they generate most of the revenue بالريجن. الالعاب اللي بتكون كاجوال هم التوب 3 mainly depending a lot on the ads revenue not in app purchases. برضو كمان بالنسبة للديفلوبرز انترناشونال زي ما حكيت it's very hard لهم انهم يدخلوا الوطن العربي لانه اول شيء language complexity، اللغة العربية معقدة. when it comes to gaming كمان بتصير اصعب واصعب لانه انت بدك تستخدم مصطلحات متعلقة بالجيمينج، مو مصطلحات مثلا انها تكون مترجمة بس translation literal translation. you need to make sure the language تاعتك تكون gamified او تناسب الالعاب. الكلتشر برضو كمان very sensitive، عندنا كثير الاشياء المتعلقه بالدين والكلتشر، هذول الاشياء برضو you need to make sure انه انت you're very sensitive باتجاههم. الماركتينج برضو كمان is very scattered، فمش التراديشنال ماركتينج هو اللي دائما بيزبط بالوطن العربي. عندك performance marketing you need to pick the right social media platforms اللي بدك تعمل عليهم marketing او campaigns. influencers برضو is a huge marketing برضو بالregion، ف you need to pick the right influencers اللي they serve the audience تاع الجيم تاعتك. برضو كمان you need the support يكون localized، انك تقدر تحكي باللغة العربية برضو مع users وبرضو حتى بdifferent dialects، تحكي مع المصري مختلف عن السعودي عشان تقدر تفهم معهم بلغتهم. وبرضو كمان ال the region there are a lot of whales or top spenders، وهدول they need a special treatment or VIP treatment that needs to be served من local team حتى يقدر يتفهم معهم، يقدر إنه يخليهم to spend more وخليهم satisfied بالgames اللي بيلعبوهم. رح أحكي عن localization which is part of what we do when we partner with an international game developer. وفي different areas of localization أو تعريب. أول area اللي هي التكست زي ما أنا حكيت، برضو it's very important to make the text very relevant للgaming. The direction تاع التكست برضو كثير مهم يكون من right to left. برضو كمان the story والgraphics، we work on the story and the graphics to make it more localized, more culturally relevant. فممكن تلاقي شوية graphics they need to be changed to fit localization. The story ممكن you need to adapt it برضو كمان to fit localization, which is also what we do. Adapt the culture local events زي ما حكيت باليوم الوطني، الأعياد، رمضان، هدول الأشياء. وبرضو كمان الـ App Store Optimization when using the right keywords, right description, right icon, previews, store video، كل هدول الأشياء you need to make sure إنهم very culturalized أو localized. فهذا example زي ما أنتم شايفين هنا بالأغلب الناس اللي بيحاولوا هم يعربوا زي developers international بيطلع معهم دائماً التكست بطريقة خطأ. مثلاً example اللي عشمال بورجيكم إنه الكاركترز ار سيبريتد والتكست من ليفت تو رايت ويتش از امبوسيبل تو ريد لو حدا عربي بده يقراها، بينما هو لازم يكون من رايت تو ليفت والكاركترز ار كونكتد. هذا اكزامبل ثاني على اللوكلايزيشن للجرافيكس او كاركترز جوا الجيم. فدائما بيكون في مسكونسبشن على الموضوع الجرافيكس او كيف انت يونيت انك انت تعربهم، فبتلاقي مثلا تشاينيز ديفلوبرز ار تراينج to do that on their own، فبروحوا extreme إنه بغطوا they cover the character completely أو بخلوه revealing برضو كمان completely. ف you need to find the right balance in the way that you do that, not to cover completely, not to make it كتير هيك extreme، فبدك تكون إنه وبرضو not revealing at the same time. ف you need to make sure إنه you have the right balance when it comes to localizing the characters. هلا what's the process احنا اللي بنشتغل عليها بعد ما we select the games that fit الوطن العربي من ناحية genres، من ناحية audience، من ناحية revenue، من ناحية potential لهاي الجيم انها to succeed بالوطن العربي.
We work on the localization, زي ما قلت لكم, من ناحية حتى voice overs, music, story, quests, كل إشي. مثلا عندنا game VIP بلوت, one of the largest games, or the largest games actually, largest game in card games بالوطن العربي وبالسعودية. وهاي اللعبة مثلا أصلها French. When it comes to السعودية, اللعبة مختلفة من ناحية rules, فإحنا we need to localize the rules كمان عشان to fit الماركت السعودي. بنشتغل برضو على المونيتايزيشن, where our product managers and data analysts, they analyze the user behavior or game behavior. They try to monetize, make the monetization better through promotions, localized promotions, events, live operations, leagues, بنعمل tournaments جوا games برضو كمان, برضو related للإيفنتس اللي بتصير بالوطن العربي. بعدين بيجي بارت الماركتينج اللي هو analytics و data analytics و user acquisition. We make sure إنه الجيم is successful where we acquire the right users for the right game. We keep monitoring the behavior تاع users و optimizing على the spend و optimizing على retention. We make sure إنه we work hand in hand مع developer to introduce more updates based على user feedback. Optimization للuser experience within the game. كل هذول الأشياء نشتغل very closely مع developer in order to keep the game up and running و maintaining the users اللي عم بيلعبوا, لأنه we need to always provide content relevant للusers وإيش هم بحبوا تسمع منهم. وعندنا طبعا الcommunity management و live operations و support. نشتغل برضو 24 hours to support the users, different dialects, VIP, Wales management. برضو كمان we do that a lot. This is a case study لgame السنة هاي we launched اسمها الأصلي Hollywood Story بال English, بس بالعربي لما عربناها صار اسمها Fashion Queen أو ملكة الموضة. تقدر تشوفوا ال example اللي on the top. This was the original game, the icon and the previews. إحنا طبعاً عملنا a lot of A/B tests to come up with the right icon للgame, the right previews. We made sure إنه الجيم هاي is very successful. فالأوريجينال جيم مثلا عملت 500 ألف داونلود بشهرين بأول لونش, مع انها الجيم صلها العمر الأصلي تاع الجيم هوليوود ستوريز is more than 2 years, but still we made a very big success للجيم. و the reason behind that is the right localization, right marketing, right live operation support و product management. We're working very closely مع developer اللي هو من كرواتيا, هم متخصصين بألعاب البنات, وهاي كانت أول تجربة لنا بألعاب ال targeting female. و it was very successful. إن شاء الله we're launching another game معهم, هلا I will show it to you. وبرضو كمان within less than 10 days كانت number one across all markets بالوطن العربي, which was a very successful story ل أو case study localizing a very already very successful game, بس مش بالوطن العربي. Main focus تاعنا عم بكون على متنوع بال different genres. عنا RPG game, Rage of the Righteous أو غضب الشجعان. عنا ألعاب card games زي ما قلت لكم VIP بلوت و VIP جلسات, is a mix of card games, board games, فيها backgammon أو طاولة, domino we're adding هلا, فيها كمان لودو شيش وألعاب برضو very local. وهذا كنت أحكي عنه إنه developers international ما حيقدروا هم to provide local content أو ألعاب content عربية. يعني كتير كتير بتكون localized للوطن العربي, مثل ألعاب البلوت وألعاب طنيب وتريكس وهاي الأشياء. وطبعا ألعاب targeting female, عندنا كمان fashion queen وanother game called home designer. We have upcoming, inshallah, games, different genres, SLG and Clash of Empires, and My Story, برضو من the same developer, من Fashion Queen, برضو it's a female-targeted game, story-based, and Food Truck, Linguini, جزيرة حروف, وأفضل شيف, برضو هدو ألعاب, more of a casual single player, بس إحنا we're trying to test out different genres per region, وهذا الإشي راح يخلينا إنه إحنا to scale the successful genres إن شاء الله when we launch more games, we launch more genres to see what works and what doesn't work إن شاء الله. This is in a nutshell
كبريف عن طماطم عن الماركت. بحب اسمع اذا في اي شيء وليد اي اسئله. بس ثانك يو سو ماتش وليد، الله يعطيك العافيه. شكرا يا اياد. طب كانت هايله جدا. في سؤال اوريدي من يوسف، هل اللاعب العربي مستعد يدفع فلوس في اللعبه؟ طبعا هذا يمكن برضه كمان واحده من الاشياء اللي الناس بيفكروا انه لا، ما حدا بيدفع على الالعاب، وتستغرب انه اليوزرز كثير بيدفعوا الالعاب بالوطن العربي، خصوصا بالعاب ببلاد زي الخليج. وبرضه نشوف كثير spending behavior عالي ببلاد زي الأردن، زي مصر، زي لبنان، بس على عدد أقل من الخليج. بس there are a lot of high spenders كمان بالريجن، they're willing to spend a lot in app purchases. وفي كثير كمان users بدفعوا حتى لو كانوا يعني قيمة أقل، بس برضو كمان there are a lot of spending behavior in the when it comes to games. والأرقام اللي أنا وجدتك إياها قبل برضو shows إنه the users are willing to spend، والbehavior عم بتغير. يعني زمان كانوا الناس إنه لا، ما بدفع دولار أو two dollars على game، وبس مستعد إنه أدفع مثلاً three or five dollars على cup of coffee. بس هلأ عم بكون كتير عم بتغير هذا الإشي. حتى إذا بتلاحظ الناس صاروا يستخدموا original content زي Netflix، زي a lot of apps إنه providing content العربي أو للسوق العربي، والناس ما عندهم مشكلة إنهم يدفعوا subscriptions و recurring subscriptions كمان عشان to get access to this content. تمام. أنا فاكر إن كان في يوزر قبل كده كان عنده ريكوست إنه عايز دبابة ذهب في اللعبة، وكان مستعد يدفع فيها أي مبلغ. طبعاً طبعاً طبعاً، وفي كتير هيك أشياء. يعني بتلاقي كتير ناس إنه مثلاً بدي اسمي يكون ذهبي أو دبابة ذهبية أو سيارة ذهبية، وهذا كتير 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 مطلوب. يعني وبحب يعني الكاركتر تاع اليوزر العربي كتير بحب إنه يكون له إشي سبيشل أو يتميز عن بقية اليوزرز التانيين. فهدول الأشياء اللي كاستمايزيشن اللي ممكن يكونوا يونيك كاستمايزيشن أو بيرسونالايزد أشياء آيتمز جوا الجيم، برضو اليوزرز كتير بحبوا يدفعوا عليهم بالوطن العربي. Unlike other markets by the way، يعني إذا بتروح على US ما بتفرق معاه كتير إنه يكون عنده دبابته ذهبية ومميز عن كل التانيين، بس هذا الإشي موجود باليوزرز العرب. تمام. طيب في سؤال تاني من خالد، can you talk about games for foreign country not just Arab countries؟ هو تقريبا بيسأل، أنا حاسس إن السؤال اللي هو هل طماطم مستعدة تعمل games برا العربيك ماركت ولا لا؟ هاي واحدة من الأشياء اللي إحنا إن شاء الله we're thinking إنه next year to expand to other markets. وكان عندنا شوية السنة هاي هيك small test we did. We're trying إنه دائما نحاول different markets، نشوف وين نقدر احنا تو ريبليكيت اللي عملناه بالوطن العربي على areas ثانيين. بس طبعا it needs time، لانه you need to understand the users، you need to understand the needs تاعت الماركت وايش الجنرز اللي you need to launch بهدول ال regions. وبرضه كمان بيعتمد كثير على localized content واللوكالايز سبورت واللوكالايز ماركتينج، وهذا اللي هو اللي احنا كثير specialized فيه بالوطن العربي. بس ان شاء الله we have a plan in to expand next year. Well, all the best of luck for this plan. اعتقد كده الاسئله خلاص. شكرا جدا ليك يا اياد، شكرا لوقتك. كثير مبسوط انه I joined you، كثير مبسوط اني شفتك، و good luck. Thank you so much guys. Thank you so much. شكرا يا اياد. شكرا. Bye.